السلام عليكم، مش اخباركم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات أسماء كرم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بني سهل بزاف، مكونات بسيطة، كيوجد دغيا، كيجي رائع جدا، مفشفش ورطب. كنتمنى انكم تجربوه، واللي اول مره كيشاهد القناه ديالي مرحبا والف مرحبا، وما تبخلوش عليا بالاشتراك وبلايك وبتشجيعاتكم. وندوزو الان المقادير وطريقه التحضير. في اناء كنحتاج الكأس من الحليب الدافئ، ملعقه كبيره من الخميره، حبيبات، شوية ديال الملح تقريبا ملعقة صغيرة، وصاشي ديال الفاني، وجوج ملاعق ديال السكر حبيبات. كنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا لينا وكتفاعل الخميرة مع الحليب. عاد كنضيفوا بيضة تكون بحرارة المطبخ، البنات ضروري، يعني ما يمكنش تخرجوها من الثلاجة ونخدموا بها، يعني تكون بحرارة المطبخ، يعني خرجناها من قبل. كنطربوها مزيان مع الخليط، والان كنضيف الدقيق تدريجيا اللي كنكون غربناه من قبل، وكنجمعوا الخليط هكذا بيدينا. بالنسبه للدقيق البنات ما كنديروش دفعه واحده، فكنديروا شوي بشوي. وكنضيفوا الان ملعقه كبيره من الزبده، انا استعملت غير الزبده ديال البواطه، واللي متوفر عندكم استعملوه. كنبدأ كنضيف الدقيق كما كتشوفوا معايا، وانا كنجمع العجينه وكنضيف شوي بشوي حتى كتجمع ليا العجينه. وكتشوفوا معايا القوام اللي خاصنا نكونوا حصلنا عليه، هذا هو القوام. بالنسبه لبنات المقادير فغادي نكتبهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وكما كتشوفوا معايا فانا حطيت العجين فوق سطح العمل وبديت كندلكو واحد شويه. من بعد حطيته هكذا في الاناء وغطيته حتى يخمر العجين مزيان ويضعف الحجم ديالو. من بعد ما ضعف لينا البنات الحجم ديال العجين كما كتشوفوا معايا، راه طلعت العجينه مزيان، شوفوا. الان كنحاول انني نفرغها من الهواء اللي فيها بهذا الشكل هذا. كنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق الابيض، ومن فوق العجين حتى هو كنجيب واحد الدلاك اللي غادي نسرح به العجينه، شوفوا معايا. وكنبدا كنسرح في العجين ونعطيه شكل يعني يكون بحال شكل مربع، يعني بالنسبه نحاول انني ندير له قنيتات من الجناب كما كتشوفوا معايا بحال هذا الشكل. كنحاول نعطيه شكل مربع وكنسرح العجين. بالنسبه للسمكه البنات ديال العجين ما خصهاش تكون رقيقه وما تكونش غليظه، يعني تكون متوسطه كما غادي تشوفوا معايا منين نسرحها. وهذا هو الشكل النهائي ديال العجين اللي خاصنا نكونوا حصلنا عليه. وكنجيب قطعه ديال البيتزا ولا سكين، المهم اللي متوفر عندكم، وكنقطع، يعني راه ساهلين البنات بلا ما نبداو كنقطعوا تشكلينا العجينه، يعني كنقطعوا ديريكت كاع العجين كاع اللي عندنا، شوفوا معايا. فانا حصلت على 18 قطعه. والان البنات كنجيب واحد الزيف، شوفوا معايا السمك ديال العجين بحال هكذا البنات، كنجيب واحد الزيف وبلاطو ولا طاوة، وكنبدا كنستفهم كنغطيهم حتى كيضعف الحجم ديالهم. شوفوا معايا الان كاينين ضعف الحجم ديالهم البنات بحال هذا الشكل. كنقول انا وجدت المقلاه ودرت فيها الزيت ولا الكاسرونه، المهم اللي متوفر عندكم، ودرت فيها الزيت وكتسخن. منين كنبين لوح هكذا القطع اللي عندي ديال البني كنقص النار تكون مهيله البنات، ضروري البنات، ومؤكد ان النار تكون مهيله. وانا كنلوح هكذا القطع ديال العجين، شوفوا معايا كيفاش كيتنفخوا معانا. وكنبدا هكذا كنكب عليهم الزيت من الفوق باش منين نقلبهم ما يتخطفوش يعني دغيا، ونردوا لهم البنات البال، فراه كيطيبوا يعني بسرعه كيطيبوا، والنار البنات تكون مهيله عفاكم، يعني نقصوا البوطه باش يطيبوا على خاطرهم وما يجيوكمش معجنين.
ومره مره البنات غتقلبوا هكذا الجنيبات، شوفوا معايا بحال هاد اللون هذا. وانتم ما عندكم الاختيار، بغيتوهم محمرين اكثر من هكذا فليكم الاختيار، يعني كل واش شنو كيبغي. فانا فضلت يكونوا هكذا اللون ذهبي، شوفوا معايا. والان كنوضع واحد التبصير كنكون موجداه، ودرت ليه شويه ديال بابي كويزين باش يتشرب ليا الزيت، وكنبدا كنهزهم. وكنستمر البنات بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع الكميه كاع اللي عندي ديال القطع. ومن بعد ما طيبت كاع الكميه والقطع كاع اللي عندي، فكنكون حصلت على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا كيف كيجيو البنات، رائعين بزاف، تقولوا كانهم طايبينش بالزيت ومذهبين، يعني غير ردوا لهم البال في الطياب. شوفوا معايا من الداخل كيف كيجي، وراه كيجيو ناشفين كاننا طيبناهم في الفران. شوفوا معايا كيجيو فشفشين ومهويين، يعني ما كيجيوش معجنين من الداخل ولا شي حاجه. شوفوا معايا الشكل ديالهم، كنتمنى انكم فعلا تجربوهم وردوا عليا البنات في التعليق كيف جاوكم. والان بالنسبه للتزيين البنات فكيبقى اختياري. فانا الان جبت واحد السكين وبديت كندير تقيبات هكذا، يعني في الوسط، ودرت واحد شويه ديال الشوكولاته ديال الدهن في واحد البلاستيكه وتقبتها هكذا من الرويس، وبديت كنعمر هاد البيني هذا. يعني البنات راه تزيين كيبقى اختياري، ممكن ديروا كريمه، ممكن ديروا المربى، يعني اللي بغيتو ممكن تخليهم غير هكذا وتفندوهم في سكر حبيبات فكيجيو زوينين. والان فانا منين كملت كاع الكميه كاع اللي عندي درت ليها الشوكولات، فبديت الان كندردر هكذا عليهم، كنرشهم بالسكر الثقيل. وبالنسبه للسكر الثقيل البنات ما ترشوهمش حتى يكونوا باردين، عاد رشوهم باش ما يتشربش مع السخونيه. والان كنزينهم هكذا بخطوط ديال الشوكولات، وليكم الاختيار. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيني، كيجي رائع جدا، كيوجد بسرعه بمكونات بساط كما شفتوا معايا، وحتى الطريقه بسيطه. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، ان شاء الله يعجبوا وليداتكم ويعجبكم تنتوما. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم وبلايك. الله يجازيكم بخير ويرحم لكم الوالدين، ونخليكم في امان الله وحفظه.